مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه أو هذا اللقاء الخاص الذي تجريه قناة ليبيا لكل الأحرار، ستمائة إتماء الزول في اللون. مشاهدينا، هذا اللقاء حصريا مع السيد رئيس الحكومة الليبية السيد علي زيدان. بداية أرحب بالسيد علي زيدان في هذا اللقاء. سيد علي زيدان، شكرا جزيلا لك لمنحنا بعضا من وقتك في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك أستاذة سناء، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. سيد علي زيدان، اليوم لقاؤنا سيكون حول ما تشهده البلاد من أحداث. نبدأ بآخر التطورات، وهي التي جعلتك تتغيب عن الحضور في المؤتمر الصحفي الأخير الذي تم فيه إلقاء البيان الختامي في مؤتمر روما. كيف كانت ردة فعل الحكومة حين أبلغتم بالناقلة التي كانت ترسو في ميناء السدرة النفطي في مدينة البريغا؟ رد فعل الحكومة هو أن جأرت لتتلافى هذا الأمر وتعالجه، فتحركنا إلى تسخير كافة ما لدينا من إمكانيات. تحرك وزيرين إلى مصراتة ووزير آخر إلى الخمس، وتم ترتيب مجموعة من القطاع البحرية، وتحركت من بنغازي، من مصراتة، من الخمس، وكنت أتابع هذا الأمر وتمركزت، والآن يتم تعاملها مع الناقلة. طيب، المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن عملية ضخ النفط للناقلة التي رست على الميناء تحتاج إلى وقت، وأنه كان للحكومة فرصة لاتخاذ القرارات القانونية بحق تلك الناقلة. لماذا لم يكن هناك قرار حاسم بشأن هذا الموضوع؟ ماذا يعني القرار الحاسم؟ قرار الحاسم اتخذ، قرار الحاسم اتخذ، توبعت السفينة. أنت تعرف السفينة تقع في أماكن قابلة للاشتعال، أماكن بها مسلحون، أماكن قد يترتب عليها تداعيات لا يمكن حساب نتائجها، وبالتالي كعادة الحكومة لابد أن تعالج الأمور بالحسم، ولكن من باب آخر بمنتهى الحكمة وبمنتهى المسؤولية، لأن التصرف عندما يتم لا يستطيع الإنسان أن يتدارك ردود الأفعال. فتم التحرك، السفينة كانت تحت الرقابة، كانت مرصودة، تم الحديث مع الكابتن، أنا نفسي تحدثت مع كابتن السفينة، تم الاتصال بوزارة الخارجية من خلال وزارة الخارجية بالسفارة الكورية، واتصل السلطات الكورية بالسفينة وطلبوا من الكابتن أن يغادر، وحاول الكابتن المغادرة، ولكن صعدت الميليشيا التي تقوم بهذه العملية إلى ظهر السفينة ومنعوه من الخروج، وكانت السفينة تحت الرقابة ومتابعة إلى أن تحركت، والآن يتم التعامل معها عمليا من أجل اقتيادها إلى أحد المواني أو إعاقتها عن أي تحرك. ما يسمى بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة أنكر بأن هناك ميليشيا على هذه الناقلة، كيف تردون على ذلك؟ لا نستطيع أن نرد على ذلك، هؤلاء أناس كلفوا بواجب وطني وغدروا به وخانوا الأمانة، أمانة الوطن، أمانة الحراسة. عندما يكلف بحراسة الإنسان يكلف بحراسة أمر ويغدر بهذا الأمر ويستولى عليه، هذا لا يمكن أن يصدق أقوالهم هذه، نحن لا نصدقها ولا نعتد بها. من المسؤول على هذه العملية التي وصفت بالقرصنة من قبل الكثير من المحللين وغير قانونية، من الداخل أو من الجانب الليبي ومن الخارج، من المسؤول على هذه العملية؟ نحن نعرف من الداخل من هو المسؤول، هم المجموعة التي يعني رهنت أو المواني النفطية واحتلتها، أما من الخارج فمن أغرته نفسه بأنه يستطيع أن يمرر هذا الأمر ويستطيع أن يشارك في السطو على النفط الليبي ويحقق مكاسب بسهولة أيا كان هذا. الشيء الذي أؤكده أن حكومة المملكة العربية السعودية أكدت أن لا صلة لها بهذا الأمر، حكومة الإمارات أكدت أن لا صلة لها بهذا الأمر، الباخرة مسجلة في كوريا الشمالية، أيضا حكومة كوريا الشمالية أعلنت أنها ليست مسؤولة عن هذا الأمر، وطلب السفير من الحكومة أن تتصل بالباخرة، واتصلت الحكومة الكورية بالباخرة وطلبوا منهم المغادرة وعدم شحن أي كمية من النفط. كنتم على علم بتوجه جدران، وذكرت هذا في المؤتمر الصحفي، إلى السرت. لماذا لم تعلن حالة الطوارئ في تلك الفترة؟ حالة الطوارئ من صلاحية رئيس المؤتمر الوطني العام،
ومن صلاحية المؤتمر باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. من أول ما بدأ الجدران تحرك نحو الغرب اتصل السيد وزير الدفاع برئيس الأركان واتصلت به أنا شخصيا وطلبنا منه التحرك، ولكن لم يتم التحرك. لا ندري ربما إيش الظروف التي منعت الجيش أو السيد رئيس الأركان من تحريك الجيش، هذه مسألة يسأل عنها السيد رئيس الأركان. إن تمكننا من مقابلة رئيس الأركان بالتأكيد سنقدم له هذا السؤال. أيضا هناك سؤال يتوارد في أذهان الكثير وما نشاهده في الحقيقة، أن ما يسمى بالمكتب السياسي أو المكتب التنفيذي لإقليم برقة يتحدث بثقة وبقوة، في رأيك من أين يستمد هذا المكتب الثقة في عملية سواء كانت عملية بيع النفط أو تحدي الحكومة في ليبيا؟ أنا أرى خلاف ذلك، أنه لا يتحدث بقوة. المعتدي أو السارق أو الناهب يحاول أن يفتعل ما يود أن الناس يروه عليه، وله لا يتحدث بثقة، لأن الذي يتحدث بثقة هو الواثق من أمره والذي يتصرف تصرف سليم. من المسؤول رسميا على الموانئ النفطية؟ هل هي الحكومة الليبية أم أنها الشركات الكبرى؟ المسؤول عن الموانئ النفطية هي الدولة الليبية، حرس المنشآت النفطية تابع لرئاسة أركان الجيش، ورئاسة أركان الجيش تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة. هل تعتقد بأن هذه المسؤولية أو المسؤول على هذه الموانئ النفطية قام بواجبه كما يجب؟ للأسف لا، للأسف لا، لأن بالعكس أخل بواجبه وحاول أن يخون الأمانة التي كلف بها. العملية تمت عندما كنتم في روما أو في مؤتمر روما، لماذا تعتقد، هل تعتقد بأن هذه كانت صدفة أم أن هناك تدبير مسبق لهذه العملية؟ يعني لا يختلف الأمر، سواء كان صدفة أو مدبرة نتيجة واحدة، ولكن الأمر سبقه إعداد بأن تقدمت القوات نحو سرت ونحو قاعدة القرضبية وحاولوا أن يسدوا الطريق أو يعني يقفلوا الطريق بنغازي، سرت بنغازي. المسألة ليست صدفة. يعني ما هو تعليقك حول تصريحات البرعسي عندما خرج وصرح بأنه سيستمر بيع النفط ووضع الإيرادات في مصرف الاتحاد وأنه سيتم تقسيم الثروة على البلاد؟ لا تعليق لي إلا أن هذا الكلام لا يستحق تعليق. لن يتمكن أحد من جني دخول من بيع النفط، لأن النفط لن يباع، وأنت عرفتي التصريحات التي صدرت من مختلف الدول والأمم المتحدة، النفط لن يباع حتى ولو خرجت السفينة، النفط لن يجد سبيل للبيع، حتى من يشتريه سيكون تحت طائلة العقوبات وقد يتعرض لعقوبات يعني طويلة المدى. ما هي الآلية التي الآن قررها المؤتمر الوطني العام بخصوص الإجراء تجاه هذه الناقلة التي لم تخرج من المياه الإقليمية في ليبيا بعد؟ الذي قررته الحكومة هو منع هذه الناقلة من الخروج، وسخرت قطع بحرية كلفتها بالانطلاق إلى هناك، قوات مكلفة من الحكومة بالذات، وهناك إجراءات لاحقة ستتم في هذا السياق. هل يمكن أن تطلعنا على هذه الإجراءات؟ طبعاً طبيعتها لا تسمح أن نطلع بها أحد. حسناً، كيف ستكون المعادلة بين نشاطات أو تحركات ما يسمى بالإقليم أو المكتب التنفيذي لإقليم برقة وأيضاً دعاة الفيدرالية، وبين تصويت أعضاء المؤتمر للبدء بتنفيذ مقترح لجنة فبراير؟ أمران لا علاقة لهم بعضهم البعض. المقترح يعني هم سيقومون بهذا التعديل الدستوري، في هذا المقترح سيكون هناك انتخابات وسيكون هناك انتخاب مباشر لرئاسة الدولة، ألن يشارك أهل الشرق أو إقليم برقة في هذا الموضوع؟ الذين أنت تفترضي وكأن الأمر أصبح أمر واقع، يعني أمر هذا ليس هو الآن في حال يعني في وضع للنقاش قد يصوتون عليه. أنا لا أفترض افتراضا، أنا لا أؤسس إجاباتي على قد، أؤسس إجاباتي على الوقود. طيب ماذا لو وافق أعضاء المؤتمر على هذا المقترح؟ مقترح تعديل الدستور. مقترح تعديل الدستور أنا أراه
باستثناء الصلاحيات الكثيرة التي أعطيت لرئيس الدولة، تمنيت أنها خففت وأعطيت الصلاحيات، الجزء كبير من الصلاحيات التي أعطيت لرئيس الدولة تعطى لرئيس الحكومة أو للحكومة. غير ذلك فهو يعني تعديل في تقديري يتفق وحاجة البلاد في هذه المرحلة إلى فصل بين السلطات ولا إلى تحديد لصلاحيات الرئيس والبرلمان والحكومة. أنا أرى شيء جيد. ولكن هل سيشارك أهل الشرق أو هذا الإقليم الآن في أيضا في الانتخابات؟ هم شاركوا في الانتخابات، شاركوا في انتخابات لجنة الدستور بالكامل باستثناء مقعدين في درنة، وسيشاركون. الآن هم أهل المنطقة الشرقية، صحيح إقليميا هي برقة ولكن لا زالت جزء من ليبيا وستظل جزء من ليبيا، وهذا الكلام الذي ترينه الآن أمر عارض جدا سينتهي بانتهاء أسبابه في وقت قريب. سيد عزان، سأعود إلى لجنة فبراير لنتحاور في وجهة نظرك في هذا المقترح، ولكن أنتقل الآن إلى ما شهدته العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس الماضي، وهو المؤتمر الوزاري الثاني لدعم ليبيا الذي تم فيه أيضا بمشاركة أكثر من 40 دولة أوروبية وأفريقية، وربما أكثر من ذلك بكثير أيضا مشاركين من ليبيا. كيف تقيم درجة نجاح أو فشل هذا الاجتماع الدولي في مؤتمر؟ هذا المؤتمر نجح كما كان مخططا له، حقق حضور دولي، حقق تأييد دولي، حقق حضور دول جديدة، حقق حضور دول الجوار، يعتبر ناجح بامتياز. يعني الأمر يتعلق الآن بالجانب الليبي، ينبغي الجانب الليبي أن يفي بهذه الاستحقاقات، أن يوفي بما يريد المجتمع الدولي منه من أجل أمن ليبيا وسلامتها. سؤالي هذا إنما هو تعبيرا عما يتداول في الشارع. أولا، لماذا روما؟ وثانيا، هل كانت دعوة لتدخل أجنبي؟ إذا كان الناس يجهلون السياسة ويجهلون كيف تدار الأمور، هذه مشكلة من يجهل ذلك. لكن لماذا روما ولماذا لا تكون روما؟ روما هي إيطاليا دولة جارة، دولة أكبر شريك اقتصادي بالنسبة لنا. الليبيون الذين يقولون لماذا روما لا يلبسون إلا اللبس الإيطالي الجميل، ولا يأكلون إلا الأكل الإيطالي، ولا يحبون إلا البضاعة الإيطالية، ويتعاملون مع إيطاليا دون غيرها، وروما هي القبلة لكل الليبيين. هذا ازدواج في المعايير. نحن خرجنا من الاستعمار سنة 1941، وبعد الاستقلال شاءت إرادة ساسة ليبيا المحترمين الذين كونوا الدولة الليبية، الآباء الكبار الذين صغرنا عن هاماتهم اليوم، اختاروا أن تبقى الجالية الإيطالية في ليبيا، وساهمت الجالية الإيطالية في بناء الدولة، في بناء المؤسسات، في بناء كثير من مرافق الدولة، وجاء القذافي وطرد الجالية. ساسة ليبيا في ذلك الوقت استثمروا استثمارا سياسيا عظيما، بحيث ترجموا كلمة شوقي: ما ضر لو جعلوا علاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء، ترجموها ترجمة حقيقية، بحيث قبلوا الإيطاليين فيما بينهم، استفادوا من خبراتهم، استفادوا من ممارستهم للعمل الاقتصادي، وتكونت صداقة مع إيطاليا. نعم. فلماذا لا تكون في إيطاليا؟ أنا أقول تكون في إيطاليا وهذا شيء إيجابي. نعم. ولماذا يعقد هذا المؤتمر؟ يعقد هذا المؤتمر في إيطاليا لأن إيطاليا من الدول المبكرة التي ساعدت ليبيا في الثورة، ومن الدول المبكرة التي ساهمت في دعم ليبيا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، وهذا شيء ينبغي أن يحيى ويكبر ويحترم. أما عقدة الحرب الباردة، الاستعمار والتدخل الأجنبي، لا تحلف يا ضيف محلوب هان أنك من اللي بيجيبي يتدخل في ليبيا يدز أولاده يموتوا في ليبيا. ينبغي الليبيين يعرفوا أن يراه إذا كان ما هم قاموا على بلادهم لن يأتيهم أحد، ولا في حد طمع في ليبيا ولا يريدها. الناس تريد أن تتشارك مع ليبيا من أجمل تنمية ليبيا وتطويرها وبنائها ورفعتها، لأن في نمو ليبيا مصلحة للآخرين. الناس الآن لا تريد الحرب، تريد التنمية، تريد الاستثمار، تريد البناء، تريد التعامل التجاري، تريد التعامل في مختلف المجالات من أجل خلق آفاق إيجابية بين مكونات البشر في هذا العالم. طيب، ده من ناحية سياسية الإجابة هي أن روما لأن إيطاليا كانت
قد وقفت دعم ليبيا. ولماذا لا روما؟ لماذا لا تكون روما؟ سؤالي لم يكن لماذا لا، وإنما لماذا في روما سيد علي زيدان. طيب، وفد الرئيس علي زيدان هل كان يحمل ورقة محددة يوضح فيها المعوقات الأساسية لبناء الجيش وبناء الدولة في ليبيا؟ طبعا هناك ورقة فيها كل معوقات بناء الجيش، الكتائب المسلحة الموجودة التي تدمر كل يوم، والتي تقتل كل يوم، والتي تهدم كل يوم، والتي تقفل المطارات كل يوم، والتي تقفل الطرق كل يوم، والتي تعتدي دون هوادة، والتي تنهب، والتي تسلب، والتي تغار على الناس، والتي تروع النساء والرجال والأطفال في الليل في النهار في الصباح، تستعمل السلاح دون هوادة. هذه عائق من العوائق أمام تقدم ليبيا. الأمر الآخر، الدور الذي ينبغي أن يكون لليبيين، الدور الإيجابي ينبغي الليبيين أن ينطلقوا في بناء الدولة وفي تأسيسها، ينبغي أن ينطلقوا بجهد منقطع النظير من أجل أن يبنوا بلادهم، أن يكون هناك قناعة بالوطن وحب للوطن وتفاني من أجل الوطن. الوطن ليس الجيب والبطن وما يحقق الإنسان مصالح، الوطن غاية سامية كبيرة ينبغي التضحية من أجلها ومن أجل بنائها، وأقل تضحية تجاه الوطن هو الكد والعرق والمثابرة من أجل بنائه. من الذي قدم هذه الورقة؟ هل قدمها وزير الأركان أو قدمها وزير الخارجية، وقدمها رئيس المؤتمر، قدم جزء أنا منها، يعني كل من ساهم في المؤتمر قدم هذه، وقدمت للمؤتمر التحضيري الذي عقده الفنيون قبل أيام من انعقاد المؤتمر. عبرت الكثير من الدول المشاركة في هذا الاجتماع عن قلقها الجدي اتجاه الأمن في ليبيا، ما عدا وزير الخارجية الأمريكي كان متفائلا. كيف ترى هذا التفارق في جهة متفائلة وجهة أخرى قلقة جدا؟ كل إنسان يرى من زاويته، لكن وزير الخارجية الأمريكية، أمريكا دولة كبيرة، دولة عظمى، عاشت كثير من التجارب. هناك دول قريبة من ليبيا فعلا أبدت انزعاجها أيضا، حتى وزير الخارجية الأمريكي أبدأ انزعاجها من سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا، وسوء الأوضاع الأمنية في ليبيا بسبب الليبيين وبسبب المسلحين. إحنا لم يأتونا ناس من خارج ليبيا، لم يأتونا اللي مسلحين الذين يدعون أنهم، وهم في غالبهم يدعون حقيقة، أن الثوار الحقيقيين لا يمكن أن يكون هذا تصرفهم وهذا سلوكهم. من حملوا السلاح قبل 20 أغسطس لا يمكن أن يكون سلاحهم، أن يكون دورهم هكذا. لكن من انتشقوا ولبسوا عباءة الثورة فيما بعد 20 أكتوبر 2011 هم الآن يقومون بمثل هذه الأعمال الفظيعة التي لا تنم لا للتحضر ولا للليبيين ولا لتاريخهم ولا لتراثهم بصلة. السيد أبو سهمين هو أيضا ترأس وفد آخر. لم يترأس وفد آخر، كان وفد برئاسة رئيس المؤتمر الوطني العام، هو الذي ترأس الوفد، وكان وفدا واحدا ليس وفدين. كان وفدا معك سيد؟ لا، الوفد هو كله وفد واحد. إذا أنت لم تترأس وفد؟ أنا لم أترأس الوفد، أنا رئيس الحكومة، لم أترأس الوفد، ترأس الوفد رئيس المؤتمر الوطني العام، هذا باتفاق فيما بيننا قبل أن نخرج. ذهبنا وفدا واحدا يمثل ليبيا وترأسه السيد رئيس المؤتمر الوطني العام. كيف تعلق على المحللين والناقدين السياسيين الذين قالوا أن هناك وفدين وأن العدد كان واسع جدا، ولربما أيضا هم خرجوا من مطاران مختلفا؟ هذا غير صحيح. أنا كنت في الخارج قبل بداية المؤتمر بأيام، لأني كانت عندي بعض الظروف الخاصة التي اقتضت أني أكون في الخارج، ووصلت قبل السيد الرئيس، كنت في روما، وجاء السيد الرئيس في طائرة واحدة، وكان معه بعض أفراد الوفد من المجتمع المدني ومن الحكومة في نفس الطائرة. افتتح السيد بوسهمين كلمته بمطالبة المؤتمر بالاستمرار في دعمه لليبيا حتى يتم بنائها مجددا رفضه لمحاولات انتزاع السلطة بالعنف. كيف تقرأ الرسالة الموجهة في كلمة أبو سهمين في الاجتماع الدولي لروما؟ طبعا هذا احنا طلبنا جميعا، أن يستمر المجتمع الدولي في دعم ليبيا حتى تصل إلى بر السلام، وأيضا نحن ضد العنف الذي يعني ينتزع السلطة بالقوة. السيد بوسهمين لم يشجع دعم المجتمع الدولي، وإنما شجع أن يتم الاستمرار في دعم المؤتمر الوطني لليبيا،
هل هذه دعوة لاستمرار المؤتمر الوطني؟ أنا لم أفهم هذا الأمر بدقة، لكن اللي بنقوله لك المؤتمر الوطني هو السلطة التشريعية في ليبيا، هذا كلام ما فيش، والمؤتمر الوطني هو الجهة التي ينبغي أن تمثل الشرعية في ليبيا. القضية الآن هناك توجه إلى أن يسلم المؤتمر الوطني بأسرع ما يمكن السلطة إلى جسم آخر منتخب لأسباب معروفة وموجودة عند الرأي العام، وهذا لا خلاف عليه، ولكن الشيء المرفوض هو أن يفرض على المؤتمر الوطني العام بالقوة أن يسلم ذلك. فإحنا الأمر هناك تفهم من غالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام على أن يعجلوا بعملية الانتخاب وينتخب جسم شرعي جديد يسلم إليه المؤتمر. فقط للتأكيد سيد علي، أنت وضحت بأنك كنت راض على المؤتمر أنه نجح، ولكن هل تعلق على أن التنسيق بين الأعضاء أو الوفد الذي حضر مؤتمر روما، يعني أنت راض على هذا التنسيق؟ قضية التنسيق هذه طبيعة ليبية، نحن في بداية العمل السياسي لا نعرف العمل السياسي، يعني المسألة إذا كان خرج حد بتصريح أو بكلمة يعني خارجة عن السياق أو جاءت أثناء إلقاء الكلمة أو إلقاء الحديث، هذا ينبغي أن لا يؤخذ غياب عن التنسيق. هذه تحدث في كل الوفود وفي كل المؤتمرات، يعني ليش مش شيء كبير، يعني إنسان إذا أراد أن يكبر الشيء يكبره، وإذا أراد أن يصغره يصغره. نحن الشيء اللي يهمنا أن ليبيا لابد أن تكون دولة واحدة يمثلها رأي واحد منسجم أمام الرأي العام، وهذا ما حدث. في داخل البلاد تحدث خلافات، تحدث خلافات في التقدير، خلافات في التعبير، خلافات في أشياء كثيرة، لا وهذا شيء طبيعي، ما لا نراه يعني إشكالية كبرى. شكر المؤتمر الحكومة الليبية على تبني نهج وطني شامل لجهود تجميع السلاح. هل يرى رئيس الحكومة السيد علي زيدان بأن التصور لأي مقترح لتجميع السلاح في ليبيا يمكن تطبيقه بالنجاح رغم الواقع الهش الذي تمر به البلاد؟ أنا لي وجهة نظر واضحة وعبرت عنها أكثر مرة، لابد من إدخال طرف ثالث غير الليبيين بين الليبيين. السلاح موجود عند الليبيين لأن الليبيون الآن لا يثقون في بعضهم البعض، والسلاح موجود بين الليبيين لأن الليبيين يخشون بعضهم البعض. فالسلاح الذي وجد ليس لمواجهة الأجنبي، ليس لحماية الثورة، ولكن لأن المدينة تخشى من جارتها المدينة الأخرى، والقبيلة تخشى من جارتها القبيلة الأخرى، واستعمالات السلاح كانت كلها بين الليبيين ضد بعضهم البعض. وبالتالي نحتاج الطرف ثالث ضامن يضمن للليبيين أنكم أن السلاح سيجمع من الجميع سيعدم، أيضا يضمن أن الجيش الليبي والشرطة الليبية تكون بأسرع ما يمكن ويكون لها السيطرة. هذا هو المطلوب، لابد أن يكون ضامن يضمن بين الليبيين عملية إنهاء السلاح، وإلا لن يكون هذا الأمر. هل هناك آلية محددة واقعية لتجميع هذا السلاح؟ هناك آليات واقعية، لكن تحتاج لإرادة من الليبيين. ينبغي أن يقتنع كل الليبيين بأن مسألة جمع السلاح ووضعه تحت سيطرة الدولة أو إعدامه وحكر السلاح يكون حكر ويكون محتكر من الجيش ومن الشرطة ومن الدولة فقط، ولا يستعمل السلاح إلا من هو مخول قانونا لاستعماله من أجل حفظ الأمن أو من أجل الدفاع عن الوطن. إذا وجدت هذه القناعة بين الليبيين وأقنعوا الليبيون بعضهم البعض بأن السلاح من يحمل السلاح هو ضده شخصيا قبل الآخرين وسيوجه إلى شخصيا قبل الآخرين، إذا اقتنعوا بهذه القناعة وتضامنوا من أجل تحقيقها وحاولوا أن يستجمعوا الثقة بينهم ويجدوها ويرسخوها ثقة، وتأكد سيكون الأمر كذلك. نعم سيد علي، أنت الآن تقول بأن هناك آليات إذا اتفق الشعب الليبي. نعم هناك آليات، ولكن ألا ترى معي ومع الكثير من أيضا المحللين بأن هذا السلاح ليس في يد الشعب الليبي وإنما في يد ميليشيات تستعمل من قبل مسؤولين من الأحزاب ومن الساسة؟ تعبير غير دقيق. ما هو التعبير الدقيق؟ التعبير الدقيق هناك ميليشيات ليبية تتبع لقبائل، تتبع لعائلات، تتبع لمدن، تتبع لمناطق، والمناطق
تتضامن، لو تم اعتداء بين ميليشيا وميليشيا يتبادلون الاختطاف، يتبادلون القتل على الهوية، وهذا اللي حصل. وللأسف إن اللي غايب بين الناس العقل، الناس لا يدركون أن هذا الأمر هو كمن يهدم نفسه أو يعني يعيق نفسه. إذا الناس أدركوا أن هذا الأمر ينبغي أن لا يستمر والجميع تضامن من أجل ذلك، في قوة أكد سلاح الدول. الآليات موجودة، جمع السلاح في البوسنيا عندما قرر البوسنيون ذلك، قررت الإرادة الشعبية ذلك، إرادة الشعب إرادة الناس، في سيراليون، في ليبيريا، في الكونغو كنشاسا، الكونغو جمهورية الكونغو، في البلقان، في رومانيا، في بلدان كثيرة تم فيها جمع السلاح إذا الشعب يوما أراد الحياة والحياة. ألم تكن القوى السياسية أو بعض القوى السياسية داخل المؤتمر مسؤولة عن بكل تأكيد القوى السياسية في داخل المؤتمر وخارج المؤتمر، لأن القوى السياسية أصبحت أنا كقوى سياسية لا بد أن أكون في المشهد، وإذا لم أكن في المشهد أنا وبعد الطوفان. هذه فكرة سيطرت على كثير من الناس وبالتالي أنستهم الوطن وأصبحت الأنانية هي الحاكمة. طيب سيد علي، أرجو أن توضح لنا الآن، هل هذه الميليشيات هي تقودها قبائلها أم تقودها بعض القوى السياسية داخل المؤتمر؟ مختلفة، لأن الميليشيات متعددة وكثيرة، ليست يعني صغيرة وكبيرة، بعضها تقودها قبائلها، بعضها يقودها أفراد من قبائلها، بعضها يقودها جزء من المدينة، بعضها يقودها قادة أحياء، بعضها يقودها شباب تمكنوا من الأسلحة واستولوا عليها ولم وأصبحوا يعني يستعملونها من أجل التحكم. كل هذه الأمور واردة. يعني أنتم من خلال هذا المؤتمر كيف تضمنون أن هذه الآلية ستنجح؟ نحن لا نضمن، ولكن نحاول أن نحقق ما نريد، لكن الضمانة مسألة أخرى، لا يستطيع أحد أن يضمن شيء في هذا. طيب في مؤتمر صحفي سابق لك سيد علي زيدان ذكرتم أنه يتم تدريب حارس بلدي وبعض من أعضاء الجيش لحماية الحدود، ألا تعتقد بأن هذه التدريبات وهذا الدعم الذي قدم لبعض هؤلاء والإمكانيات التي منحت لبعض الأفراد المسلحة تحولت إلى قدرات ومقومات قوية لدى النظام الميليشيوي؟ لا ما فيش احنا، انا قلت دربت، من درب لصالح الدولة، ونحاول بالتدريج صحيح ببطء استعادة بناء الجيش، هذا ما دربناه، لكن لم تدرب قوات لصالح الميليشيات ابدا. لا لم يكن التدريب لغاية صالح الميليشيات، ولكن ألا تعتقد بان هذا التدريب قد يخرج عن السيطرة أو هذه الأسلحة أو الإمكانيات كل شيء وارد السيطرة، بدليل واقعة غرغور رأينا أن هناك واقعة غرغور ليس فيها متدربين دربتهم الحكومة، ولكن كانت لديهم إمكانيات، لديهم إمكانيات، هذا الجميع لديهم إمكانيات، هذه أسلحة أخذت أثناء حرب التحرير أو تم بها عملية تحرير واحتفظ بها من كانوا يحملونها أو نهبت من المخازن بعد عملية التحرير ووجدت ويحتفظون بها من ذلك الوقت حتى الآن لم تنتزع منهم. يعني لماذا لم تنتزع منهم؟ لأن الدولة لم تكن لديها إمكانيات لذلك، الدولة سلبت الأسلحة من الجيش من الشرطة، وأتينا إلى إدارة الدولة ووجدناها هكذا، ونحن أمام جهد مستمر من أجل يعني الخروج من هذا الوضع الصعب بكل الوسائل، بالإقناع، بالسلم، بالاستيعاب، بكل ذلك. لماذا لم يحضر مؤتمر روما رؤساء الأركان من دول أخرى وأيضا من ليبيا؟ لأن المؤتمر هكذا هيكليته، يحضره وزراء الخارجية فقط، وزراء الخارجية ومن معهم. هناك مؤتمرات أخرى، كان مثلا مؤتمر رباط أو مؤتمر باريس أو مؤتمر طرابلس، حضروه وزراء الداخلية ورؤساء الأركان، حضر وزراء الداخلية ووزراء الدفاع، لكن إحنا كان حاضر وزير الدفاع وكان حاضر وكيل وزارة الداخلية، فيعني المؤتمر ده طبيعة أمنية. هل هناك إشكاليات بين الحكومة وأعضاء المؤتمر الوطني؟ لا توجد إشكاليات، ولكن ممكن وجودها خلاف في وجهات النظر، خلاف في الاجتهادات، وهذا شيء طبيعي بين الناس. لكن والإشكاليات طبيعي، إذا أراد أن الإنسان أن يعمل لابد أن تحدث إشكاليات، لكن ليست إشكاليات عصية على
على التغلب عليها أو حلها. أيضا في مؤتمر الصحفي ذكرت بأن رئيس الأركان يأتمر بالمؤتمر. هي هذه بنية الدولة، هيكلية العامة للدولة هكذا، ليس مسؤول عنها رئيس الأركان، ليس مسؤول عنها أعضاء المؤتمر. هذه هيكلية أوجدها المؤتمر المجلس الوطني الانتقالي، وهذه هيكلية خطأ ينبغي ألا تكون. ينبغي أن يكون الجيش تحت الجهاز التنفيذي، ورئيس الأركان تحت الجهاز التنفيذي، ومهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة تكون إعلان الحرب والترقيات مراسمية فقط وليس تنفيذية. هذا المؤتمر كان فرصة جيدة لرئاستكم لعقد اجتماعات جانبية. ما كان فحوى اجتماعكم مع الاتحاد الأوروبي؟ الاتحاد الأوروبي طبعا هذا شريك، نحن نريد أن نوقع معه الاتفاقية الإطارية، وهي اتفاقية إطارية للتعاون تمكننا من التعاون مع مختلف الدول الأوروبية. أيضا الاتحاد الأوروبي عندنا تعاون معه يعني عسكري يعني أمني، وفي تعاون من أجل تطوير وبناء القدرات في مختلف المجالات. وطبعا تم حديث بيننا طويل مع وفد الاتحاد الأوروبي، وأنا قبل الذهاب إلى هناك استقبلت حد من وفد من الاتحاد الأوروبي، وكان بيننا حديث طويل حول آفاق التعاون فيما بيننا. وماذا عن وزير خارجية إسبانيا؟ وزير خارجية إسبانيا نفس الشيء، يعني إسبانيا دولة متوسطية، دولة قريبة تربطنا بها علاقات تجارية وعلاقات أيضا ثقافية، تم النقاش من أجل تفعيل هذه العلاقات. اجتماعك مع مبعوث الجمهورية الصينية أو جمهورية الصين، حضر لأول مرة طبعا في اجتماع دعم ليبيا، هل كان هناك أي وعود ربما لتفعيل الشركات الصينية التي يعني كانت توقف تنفيذها في ليبيا؟ الصين وروسيا من الدول التي حضرت لأول مرة، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، وكان مثار إشكاليات فيما يتعلق بليبيا لأن لديهم سوء فهم. أولا كانت فرصة لإفهام الجانب الصيني وشرح الوضع الليبي بجلاء، وصلنا معهم إلى اتفاق مبدئي وتفاهم من أجل تفعيل المشروعات التي تنفذها شركات صينية وتشجيع الشركات الصينية على العودة، واتفقنا على التواصل، خاصة أن الصين تعتبر سوق من أكبر الأسواق التي تستورد منها ليبيا كثير من المعدات والأجهزة. أبدو استعداد للتعاون في تدريب الشرطة، في تدريب الجيش، في تدريب قطاعات متخصصة من الشرطة، وأبدو التعاون بالنصيحة والاستشارة، وإحنا رحبنا بهذا. ولكن طبعا لابد أن ننتقي ما نريد أن نختاره بكيفية جيدة. أيضا سيرغي لافروف، هذا طبعا شيء ملحوظ، تشارك بلاده لأول مرة في مؤتمر لدعم ليبيا، صف لنا لقاؤكم مع روسيا. روسيا كان لقاء جيد وكان إيجابي. روسيا طبعا ارتبطت بليبيا بعلاقة قديمة، الجيش الليبي يعني مدرب على الأسلحة الروسية، عندنا تعاقدات معلقة بينه وبينهم تحتاج لتفعيل، تحدثنا كثيرا. السيد وزير الخارجية سبق وأن زار روسيا، وسبق أن ألتقى مرار عديدة بوزير الخارجية الروسي. طمأن الروس أن ليبيا الجديدة هي منفتحة على كافة الدول دون استثناء، وليست هناك دولة لها خصوصية دون أخرى، رغم أننا نحن دائما نقول أن أصدقائنا اللي دعمونا في بداية الثورة ستظل لهم الأولوية في كثير من أمورنا، ولكن أيضا روسيا دولة مهمة، واتفقنا على تفعيل المشروعات، بدأ علاقة، الاستمرار في علاقة اقتصادية تجارية عسكرية من أجل صالح ليبيا وصالح روسيا. انتقل الآن سيد علي زيدان إلى ملف رموز القذافي، والذي أخره طبعا تسليم المطلوبين من العدالة الليبية. السعدي معمر بومنيار القذافي تم تسليمه أخيرا. صرح مارو أمادو وهو وزير النيجر طبعا أن بلاده كانت تحتفظ برموز القذافي، هذا ما عبره، خوفا على حياتهم، والآن هذه المخاطر بالنسبة للنيجر لم تعد موجودة. كيف زالت هذه المخاوف من دولة النيجر وقاموا بتسليم السعدي لنا؟ دولة النيجر عندما جاءوها هؤلاء جاءوها والتجوا لها الالتجاء إنساني، وقبلت بهم على أن يقيموا في البلاد ولا يمارسون أي نشاط سياسي ولا يمارسون أي نشاط ضد ليبيا يعرق الأمن ليبيا أو يزعزعه.
وكما قلت في مناسبة سابقة، أنا التقيت بالرئيس النيجيري أكثر من 6-7 مرات في مناطق مختلفة، وقمت بأول زيارة خرجت إلى الخارج فيها زرت ثاني بلد النيجر، الأولى كانت الجزائر ثم النيجر، وطلبنا من الرئيس من أول جلسة معه تسليم السعدي وتسليم بقية رموز النظام، وكان متشددا ومتمسكا في رفض التسليم لأنه يرى أن هؤلاء جاءوا لظروف إنسانية، ومن العيب أن يسلمهم أو يغدر بهم إلا إذا قاموا بأي عمل من شأن زعزعة استقرار ليبيا. وحاولنا معه طوال الفترة وكان دائما يرفض، يقول أنا ضميري ليس مرتاحا لذلك. ولكن عندما اجتهد جهاز المخابرات وأحضر جملة من الوثائق يعني حول تحركات السيد أحمد، تحركات عبد الله منصور وتحركات السعدي، وعرضت على الرئيس واطلع عليها وتأكد بأنهم قاموا أعمال تزعزع الأمن في ليبيا، أمر بتسليمهم، وقد سلموا لأنهم لم يحافظوا على العهد اللي بينهم وبين النيجر، والنيجر حريصة على العلاقة مع ليبيا، وأي ثمن تدفع في سبيل أن تستمر العلاقة مع ليبيا يروه ثمن بسيط، لكن هؤلاء لم تسلمهم إلا بعد أن أخلوا بالتزامهم تجاه الدولة. وهذا الأمر لم تكن صفقة، لم ندفع فلوس يعني أموال للنيجر، هم كانوا رافضين حتى الحديث على هذا الأمر، وأكدوا أن نحن علاقتنا بليبيا يعني مسألة مهمة ولا نسمح لأحد بأن يحدث إعاقة أو خلل في هذه العلاقة. ما هي نوع هذه المشاركات التي قام بها عبد الله منصور والسعدي في زعزعة؟ اتصلوا بناس في داخل البلاد، حاولوا أن يحركوا أفراد، حاولوا أن يهيئوا إمكانيات، حاولوا أن يبعثوا رسائل تحريضية، أشياء كثيرة. حاولوا أم نفذوا؟ نفذوا. وهل على علم الدولة بهؤلاء الذين هم كانوا يتصلون؟ المخابرات الليبية هي التي جمعت هذه الأدلة وسلمتها للنيجر. هل هذا يدعو لدولة النيجر أن تطمئن بأن رموز القذافي لن يحدث لهم شيء، وأن حياتهم بما أن الدولة لا تزال هشة ولأن الأمن في ليبيا ليس يعني بآمن، بالدليل أن كان هناك مؤتمر في روما يناقش هذا الملف؟ حكومة النيجر لا تريد أن تزعزع استقرارها، ولا تريد أن أحد يسيء إلى علاقتها مع ليبيا، وعندما سلموا بشرط أن يعاملوا معاملة حسنة وفق المعايير الدولية للسجون، وأن يحاكموا محاكمة عادلة، وقد تعهدنا بذلك. النيجر تعرف أن سلمت شخصيات أخرى وتوجد شخصيات أخرى من النظام موجودة في السجن، يعاملون معاملة حسنة، يحاكمون أمام محاكم عادية طبيعية وفق معايير العدالة الدولية، ولم يمسهم سوء، وبالتالي سلموا وهم مطمئنون لهذا الأمر. في بداية هذا اللقاء سألتك كيف تضمن جمع السلاح وأشياء أخرى، وقلتم نحن لا يمكن أن نضمن أي شيء ولكن نعمل. كيف تضمن سلامة هؤلاء السجناء في ليبيا؟ لا أحد يستطيع أن يضمن شيء في هذه الدنيا، حتى أكثر الدول لا تضمن، ولكن تحاول أن تقوم بواجبها بأقصى ما تستطيع من جهد. ولكن أليس من المفترض سياسيا أن تقدم ضمانات للنيجر؟ حتى لو قدمت ضمانات، الضمانات حسب الاقتدار والإمكانية. طيب سيد علي، أيضا ذكرت وقلت بأنه لم تقدم أي أموال كما تداول الشارع الليبي في تسليم السعدي، ولكن سيناريو صفقات تسليم الرموز يتكرر دائما وتتكرر هذه الافتراضات، أو ربما أنت الآن طبعا تفند هذه الافتراضات أيضا. أنا أنفيها، لأن الأموال ستخرج من الخزينة الليبية، وإذا خرجت من الخزينة الليبية ستعرف من أجهزة الرقابة، من البنك المركزي، من كافة يعني عندها آليات. إحنا ليس لدينا أموال مخزنة في مخازن كاش. طيب هناك سيناريو آخر سيد علي زيدان، ماذا عن عقود ربما أو تعهدات من الحكومة بتفعيل عقود كانت مبرمة في السابق مع النيجر؟ لا،
توجد عقول مبرمة. إذن تنفي ذلك. لكن ما أؤكده مادية. نحن كدولة كليبيا يهمنا استقرار النيجر ويهمنا استقرار تشاد ويهمنا استقرار مصر ويهمنا استقرار السودان، ونحن دولة نريد أن نستثمر، فيمكن أن نستثمر في النيجر، يمكن أن نستثمر في تشاد، يمكن أن نساعد النيجر على حماية حدودها حتى تحمى حدودها، ممكن أن نستثمر النيجر في مشروعات مهمة، مدارس، جامعات، مستشفيات، طرق، كل هذه الأشياء ممكنة، وهذا واجب وطني من أجل استقرار هذه الدولة الجارة، لأن عندما يتم الاستقرار في هذه الدولة يكون عندنا ضمان. ولكن مش استثمار القذافي الذي كانت ميزانيته ميزانية خارج الميزانية للرؤساء وللمخابرات نحن إذا استثمرنا سنستثمر فيما يفيد جيراننا ويفيد وطننا بدرجة أساسية. فقط جزء أخير من هذا المحور ثم ننتقل لمحور آخر، وسؤالي الأخير فيما يتعلق بتسليم رموز القذافي للدولة الليبية، ما هي المشاكل وما هي المعوقات التي تقف أمام محاكمة الرموز، ولماذا تأخر محاكمة الرموز خاصة وأن سيف الإسلام لا يزال خارج العاصمة؟ المعوقات هي معوقات الليبيين، معوقات المشهد الليبي. الشعب الليبي قام بثورته، كل قام في منطقته وكل قام في مكانه من جميع الليبيين، لم تكن للثورة قيادة، وبالتالي أصبح هذا المشهد يحكم الوضع وقد يحكم الوضع لفترة طويلة، ولن يستطيع أحد يعني معالجة هذا الأمر إلا إذا تضامن جميع الليبيين من أجل معالجته. هل قمتم بالتحاور مع الدول الأخرى لتسليم باقي الرموز التي نعم تكلمنا مع السلطات المصرية وتكلمنا مع سلطات في منطقة الخليج ومع السلطات التونسية ومع بعض البلدان الأوروبية؟ لا نذهب إلى مكان مع جنوب أفريقيا، لا نذهب إلى بلد إلا ونتحدث معها، البطاقات الحمراء موجودة، طلبات التسليم موجود، متابعة هذه الأمور موجودة، ولكن هذه الأمور لا تعرض في الإعلام، لأن إذا عرضت في الإعلام حتى تحرج الدول التي لديها هؤلاء الناس، ولا يمكن أن تصبح حديث مشاع في الشارع حتى يعني جاء الثقي أن كافة رموز النظام الموجودين في الخارج أصدرت لهم بطاقات حمراء وجددت هذه البطاقات وستجدد وسنستمر في المطالبة وسنستمر في بذل الجهد إلى أقصى حد. موضوع الساعدي بدأنا فيه في فبراير 2011 أو في يناير 2011، والآن نحن في فبراير مارس من جديد، يعني استغرق أكثر من سنة من المحاولات الحثيثة ومن الرحلات المكوكية ومن المفاوضات ومن السعي باش وصلنا إلى هذا الأمر. هل هناك فترة زمنية محددة لمحاكمة رموز القذافي؟ هذه يحددها القضاء والنيابة. نحن ما دمنا في هذا الوضع الأمني، القضاء الآن يعني لا يعمل، النيابة كثير من مراكزها لا تعمل بسبب الوضع الأمني. إذا أفلحنا جميعا الليبيين في معالجة الوضع الأمني ستتم المحاكمات، إذا لم نفلح لن تتم المحاكمات. ينبغي جميعا أن نتضامن من أجل هذا الأمر، لأن السلاح المنتشر عند الجميع هو الذي يعيق هذه المسائل. سيد علي زيدان، سننتقل إلى محور آخر في جزء آخر من هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى جزء آخر ومحور آخر، حتى أراكم إلى اللقاء.